عادات يومية خاطئة تؤثر سلبا على خصوبة الرجل. يعاني العديد من الرجال من مشكلة ضعف الخصوبة التي تؤثر سلبا على علاقتهم الجنسية وقدرتهم على الإنجاب، وهذا ما يؤثر على نفسية الرجل بشكل سيء لعدم قدرته على العيش بطريقة صحية وطبيعية. فيما يلي سنسلط الضوء على هذا الموضوع وسنتحدث عن أبرز العادات اليومية الخاطئة التي تتسبب في ضعف خصوبة الرجل وانعدامها في حالات متطورة. ما هي الخصوبة؟ الخصوبة هي قدرة الرجل الطبيعية على إنتاج النسل، وكمقياس فإن نسبة الخصوبة هي عدد الأطفال الذين ينجبهم كل زوج. وتختلف الخصوبة عن القدرة على الإخصاب التي تم تعريفها على أنها إمكانية التكاثر، ويسمى نقص القدرة على الإخصاب بالعقم. وتعتمد الخصوبة البشرية على عوامل التغذية والسلوك البشري والثقافة وعلم الغدد والتوقيت والاقتصاد وطريقة الحياة والعواطف. ما هي العوامل التي تحدد درجة خصوبة الرجل؟ أولاً، عدد الحيوانات المنوية. فإذا كان السائل المنوي يحتوي على 15 مليون حيوان منوي لكل ملي لتر في القذفة الواحدة، فإن هذا يشير بشكل طبيعي إلى أن الرجل يتمتع بخصوبة جيدة ومناسبة لإنجاب الأطفال. من العوامل التي تحدد درجة خصوبة السائل المنوي أيضا جودة الحيوانات المنوية. إن الحيوان المنوي الطبيعي يتشكل من رأس بيضاوي وذيل طويل، يعملان معا على زيادة قدرة السائل المنوي على الحركة بشكل طبيعي للدخول لأبعد مسافة داخل رحم المرأة. لهذا فإن السائل المنوي الذي يتمتع بهذا الشكل يتميز بقدرات كبيرة على اختراق البويضة لحدوث عملية التلقيح، ليتمتع الرجل بخصوبة طبيعية وكبيرة. من ثالث العوامل التي تحدد درجة خصوبة السائل المنوي هي حركة الحيوانات المنوية، وهي من الشروط الأساسية والعلامات الواضحة التي تدل على خصوبة الرجل. فلكي تصل الحيوانات المنوية إلى البويضة وتلقحها، عليها أن تسبح داخل عنق الرحم إلى قناة فالوب لتتم عملية التلقيح. عادات يومية سيئة تؤثر سلبا على خصوبة الرجل. أولا، السهر وقلة النوم. لا شيء من الممكن أن يؤثر سلبا على صحة الرجل الجنسية وخصوبته بشكل عام أكثر من عادة السهر وقلة النوم، وذلك لأن السهر يتسبب في إضعاف الجهاز العصبي في الجسم، وتجعل الرجل غير قادر على التركيز الجيد والطبيعي خلال العملية الجنسية، وبالتالي عدم قدرة الجسم على إنتاج الحيوانات المنوية بشكل طبيعي. ثانيا، التدخين. أكدت العديد من الأبحاث العلمية بأن نسبة الخصوبة لدى الرجال بدأت بالتراجع الملحوظ بعد انتشار عادة التدخين بين صفوف الشباب بشكل خاص، وذلك لأن التدخين بكل أنواعه المختلفة سواء كان السجائر أو الشيشة يؤثر سلبا بقدرة الشرايين المنتشرة في الجسم على الاتساع بشكل طبيعي خلال العملية الجنسية، وبالتالي ضعف القدرة على انتصاب العضو الذكري. بالإضافة إلى أن التدخين يتسبب في تشوه الحيوانات المنوية وعدم قدرتها على اختراق البويضة خلال عملية التلقيح. ثالثا، المبالغة في شرب المنبهات. إن الكافيين الموجود في المشروبات المنبهة يؤثر سلبا بقدرة الجسم على تصنيع الحيوانات المنوية، وبالتحديد في حال قام الرجل بشرب المنبهات بكميات كبيرة كالشاي أو القهوة، وذلك لأن هذه المواد تضعف من تدفق الدم والدورة الدموية الطبيعية في جسم الرجل. من رابع العادات اليومية الخاطئة والتي تؤثر على خصوبة الرجل هي ممارسة العادة السرية. فممارسة الرجل للعادة السرية في مرحلة الشباب أو في أي مرحلة من مراحل العمر يتسبب في إصابته بمشكلة ضعف الخصوبة، وذلك لأن هذه العادة تتسبب له بالاحتقان والألم مع تقدم الأيام، وتؤثر كذلك على مزاجه العام وقدرته على الاستمتاع بالحياة الجنسية الطبيعية مع زوجته وعلى أدائه خلال عملية الاتصال الجنسي. خامساً، استخدام اللابتوب. إن وضع اللابتوب على القدمين أثناء العمل يؤثر على خصوبته ويجعله يصاب بمشكلة الضعف الجنسي، وذلك لأن اللابتوب يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الخصيتين والسائل المنوي، مما يعرض الحيوانات المنوية للضعف والموت. سادساً، وضع الموبايل في الجيب. سابعاً، أحواض الاستحمام الساخنة. ثامناً، الأطعمة المعلبة.
تاسعا المبالغة في العلاقة الجنسية. فالمبالغة في ممارسة الرجل للعلاقة الزوجية يتسبب في إرهاقه وشعوره بالتعب الذي ينعكس بقدرته على إتمام هذه العلاقة بشكل طبيعي وعلى قدرة الخصيتين على إنتاج كميات وفيرة من الحيوانات المنوية وبالتالي إصابته بضعف الخصوبة مع الأيام. 10. تناول الوجبات السريعة. 11. الكسل وقلة الحركة. 12. ارتداء الملابس الضيقة. 13. التعرض لعوامل الضغط النفسي، حيث تتأثر العملية الجنسية عند الرجل بحالته النفسية، وذلك لأن تعرض الرجل للضغوط النفسية المختلفة يؤدي مع الأيام لتراجع قدرته الجنسية وتراجع قدرة الخصيتين على إنتاج الحيوانات المنوية بأعداد طبيعية. إليك بعض النصائح الفعالة لتحسين خصوبة الرجل وتعزيزها. أولا، التوقف عن التدخين. يجب على الرجل أن يتوقف عن عادة التدخين الضار بكل أنواعه المختلفة ليحافظ على خصوبته، ونقصد هنا بالتدخين التدخين السلبي أيضا، أي عدم التواجد في الأماكن المغلقة المليئة بدخان السجائر والشيشة. من ثاني نصيحة، عدم استخدام المزلقات أثناء الجماع. تحتوي بعض الأنواع من المزلقات التي يستخدمها الرجل أثناء عملية الجماع على مواد ضارة تؤثر على خصوبة الرجل وصحة الحيوانات المنوية لديه، ولهذا فإن الخبراء ينصحون بعدم استخدام مثل هذه الأنواع من المزلقات والاعتماد فقط على استخدام زيت الأطفال أو زيت الكانولا. ثالثا، تجنب الحرارة المرتفعة. من الأفضل أن يبتعد الرجل ويتجنب كل الأجواء الحارة التي تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة في منطقة الخصيتين، كالجلوس في أحواض الاستحمام الساخن لساعات طويلة، الجلوس على مقاعد السيارة الدافئة، ارتداء الملابس الداخلية المصنوعة من النايلون، ووضع اللابتوب على القدمين. رابعا، الامتناع عن شرب الكحول، والمحافظة على الوزن الصحي والرياضة، إضافة إلى السيطرة على القلق. لتحافظ على صحتك الجنسية وعلى الخصوبة الطبيعية في جسدك، عليك أن تبتعد عن كل الأجواء التي تسبب لك القلق والتعب النفسي، ويكون هذا عن طريق ممارستك لتمارين اليوغا والاسترخاء، عن طريق الحصول على ساعات من الراحة والاسترخاء في الإجازات والعطل الرسمية. وأخيرا، ممارسة الجنس الآمن، وهي من أهم النصائح التي على كل رجل أن يتقيد بها ليقي نفسه من مشكلة ضعف الخصوبة وضعف الحيوانات المنوية، وذلك لأن هناك العديد من الأمراض الجنسية الخطيرة والتي من الممكن أن تنتقل إلى الإنسان عن طريق العلاقات الجنسية المتعددة والغير آمنة، كمرض السيلان والكلاميديا. إليك بعض الأطعمة التي تساهم في زيادة خصوبة الرجل: الأسماك والمكسرات، العسل الطبيعي والفاكهة والخضر، وكذلك المياه. فالمياه تساعد على التخلص من كل المواد السامة والمواد الضارة التي تتجمع في جسم الإنسان لتنتقل إلى الخصيتين عن طريق الدم. لهذا من الضروري أن يواظب الرجل على شرب حوالي من 8 إلى 10 أكواب كبيرة من المياه يوميا.